بسم الله الرحمن الرحيم. التمرين رقم 7 حول الاعداد العقديه. حل في السين معادلات التاليه. دونك المعادله الاولى زاد اس 2 زائد 4 تساوي 0، الثانيه هي حتىكم الى اخره. دونك اولا نذكروا الطريقه ديال حل المعادلات في مجموعه الاعداد العقديه. دونك اي معادله من الدرجه الثانيه كتكتب بهذا الشكل، زاد اس 2 زائد بي زاد زائد سي تساوي 0. احنا في هذه الحاله عندنا ا و بي و سي غيكونوا اعداد حقيقيه، ولكن ممكن يكونوا اعداد عقديه. ممكن يكونوا اعداد عقديه، غادي نشوفوا بالنسبه للاعداد الحقيقيه. كنحسبوا دلتا تساوي بي و سي 2 ناقص 4 ا سي. دونك الا كان دلتا اكبر من الصفر، هذه الحاله ما نهضروش عليها لان شفناها قبل. عندنا جوج ديال الحلول حقيقيه، هما ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 ا، هذا الشيء شفناه من قبل. و اكس زوج هو ناقص بي زائد جذر دلتا على زوج ا. وما تنساوش باننا برهنا على كيف منين جبنا دلتا ومنين جبنا هادشي هذا كله، برهنا عليه فيديو سابق. قلبوا على واحد الفيديو فيه يعني طريقه حل المعادله من الدرجه الثانيه في المجموعه سي، رانا برهنا على منين جبنا هادشي كله. فهي يعني باش تفهموا تقدر كاع تستغنى على هاد دلتا وغادي تخدم ديريكت وتلقى الحل. دونك الا كان دلتا كيساوي صفر، عندي حل حقيقي واحد اللي هو زاد كيساوي ناقص بي على زوج ا. هنا عفوا زاد جوج زاد واحد لان المجهول هو زاد. الا كان دلتا سالب اش كنديرو؟ كنديرو الجذرين هما زاد واحد، يعني قبل عددين حلين تخيليين، حلين عقديين. طيب زاد واحد هو ناقص بي ناقص اي جذر، يعني القيمه المطلقه تاع دلتا ولا ناقص دلتا، نديرو القيمه المطلقه تاع دلتا افضل، على زوج ا. وزاد زوج كيساوي ناقص بي زائد اي جذر قيمة مطلقة تاع دلتا على زوج ا. مزيان، هذه إلا كان عندنا ا و بي و سي أعداد حقيقية. أما إلا كان عندنا ا و بي و سي أعداد تخيلية، فيهم يعني الجزء التخيلي، يعني أعداد عقدية مكتوبين على شكل ا زائد اي بي، غير ا مثلا مكتوب بهذا الشكل هذا، بي مكتوب بهذا الشكل و سي مكتوب إلى غير ذلك. يعني دلتا غادي يكون عقدي في الحالة دلتا، غادي يكون كينتمي سي. متفقين؟ إلا كان دلتا كينتمي سي واش كنديرو؟ كنقلبو نبحث عن وشنو؟ عن أوميغا، بحيث شنو هاد أوميغا يحقق هذا عقدي. أوميغا أس 2 كيساوي دلتا، كنقلبو على أوميغا اللي كيحقق أن أوميغا أس 2 كيساوي دلتا. والطريقة واضحة، كنديرو كنوضعو أن أوميغا كتساوي ا اي زائد بي ولا بي ولا اكس زائد اي كريك اللي بغيتو. تفقين كنوضعو هادي وكنرفعو هادي اس 2 وكنقولو انها كتساوي دلتا، لان عقدي دلتا مثلا كيكون مثلا، لاحظوا غندير واحد المثال. اذا لقينا دلتا مثلا، اذا كان دلتا شتو نديرو مثال كيساوي مثلا جوج اي ناقص واحد مثلا، ولا واحد ناقص جوج اي ولا شي حاجه بحال هكا. كيفاش غندير نلقى اوميغا؟ يعني كيفاش نقلب على الجذور المربعه نتاع دلتا في هاد الحاله؟ دونك نضع اوميغا تساوي اكس زائد اي كريك، و اوميغا اس 2 تساوي دلتا. دونك شنو غندير؟ اوميغا اس 2 تساوي دلتا، يعني هذا كيساوي دلتا، يعني اكس زائد اي كريك كل اس 2 كيساوي دلتا. شنو هي دلتا؟ هي واحد ناقص زوج اي. كنطلق من هذه وكنشرح. دونك اكس اس 2 دونك هنايا زائد 2 اي اكس كراك، هنا ناقص لان اي اس 2 كتساوي ناقص اي كراك اس 2 هي كراك اس 2 كتساوي كتساوي هذا واحد ناقص زوج اي. اذا هنا غنحصلوا على واحد النظمه، يعني باش كيكون عندنا واحد جوج اعداد عقديه متساويين، الجزء الصحيح كيساوي الجزء الصحيح والجزء التخيلي كيساوي الجزء التخيلي. اكس اس 2 ناقص اي كراك اس 2 كيساوي واحد، ياك. وهذه زوج اي اكس كراك كتساوي ناقص زوج اي. متفقين؟ يعني هاد الاي تمشي مع الاي والزوج تمشي مع زوج تبقى ناقص واحد، ياك. دونك كنلقى اكس بدلالة اي كراك في الاولى وكنعوض في الثانية وكنلقى الحل، نلقى الجذرين، نلقى جوج ديال الجذور، نلقى اوميغا واحد واوميغا
جوج، دونك هذه الطريقه متفقين. وكنعرفوا كذلك ان يعني المنظم تاع اوميغا كيساوي، عفوا المعيار ديال اوميغا اس 2 غيكون يساوي المعيار نتاع دلتا. المعيار تاع اوميغا اس 2 شنو هو؟ نزيدو معادله اخرى هنا، اكس اس 2 زائد ايكغيك اس 2 كيساوي المعيار نتاع دلتا هو جذر مربع 1 زائد 4 هي 5، دونك جذر مربع 5. متفقين ان هذه باينه، لان الا كان عندنا هذا كيساوي هذا، راه المعيار ديال هذا كيساوي المعيار ديال هذا. متفقين؟ الوغ المعيار ديال هذا هو هذا، دونك نقدر نإليمينو هنا، نجمعو هذه مع هذه غنلقاو اكس اس 2، بقاو جوج اكس اس 2 الا جمعنا هذه مع هذه تمشي ايكغيك مع ايكغيك، ناقص ايكغيك مع تبقى جوج اكس اس 2 كتساوي 1 زائد جذر 5، دونك هي يعني اكس اس 2 كتساوي 1 زائد جذر 5 على 2، يعني اكس اما كيساوي هذا ولا ناقص نتاعو، صافي لقينا اكس. وكنديرو نلقاو ايكغيك نلقاوه من هنا بكل بساطه، نلقاو ايكغيك 1 وايكغيك 2. كان عندي اكس 1 شنو هو؟ هو 1 زائد جذر 5 على 2 الكل جذر، و اكس 2 هو جذر 1 عفوا ناقص جذر 1 زائد جذر 5 على 2، ونعوض في ايكغيك ونلقى. دونك الامور واضحه باينه، هذيك هي الطريقه البسيطه، اولا ديريكتومون كنقدر نكتب هذه على شكل عقدي في بعض الحالات. مزيان، دابا عرفنا الطرق في كل حاله، الحاله اللي كيكون عندي او بي و سي اعداد حقيقيه، والحاله اللي كيكون عندي اعداد تخيليه او عقديه. نمشيو نحلوا هذه المعادله هذه، الله يرضى عليكم. تكون عندكم بحال هذا الشكل كاع ما تخموش، ما ديروا لا دلتا لا والو. دونك هذه كي غنديروا لها، هذه يعني 4 هي 2 اس 2 ياك، ياك. الوغ هنا الى درنا واحد الناقص، غتكون ناقص تفقين، هنا الناقص مع ناقص هي زائد بحال اللي ما درت والو ياك. هاد الناقص ملي كيكون عندي ناقص ا هي اي اس 2 ا، ياك. علاش؟ لان ناقص 1 هي اي اس 2، ياك. واضحه؟ يعني هنا غتولي زاد اس 2 ناقص اي اس 2 في 2 اس 2، ياك. وهادو نجمعهم في نفس الاس، يعني زاد اس 2 ناقص جوج اي الكل اس 2. متفقين؟ هادي ا اس 2 ناقص بي اس 2 هي ا ناقص بي في ا زائد بي. متفقين؟ يعني اما زاد زائد جوج اي كتساوي صفر، او زاد ناقص جوج اي كتساوي صفر، يعني زاد كيساوي ناقص جوج اي او زاد كيساوي زوج اي. اذا الحلول هما ناقص جوج اي وزوج اي، صافي كذا هما الحلول تاع المعادلة. المعادلة الثانية بسيطة، الحلول تاعها باينين اعداد حقيقية، زاد اس 2 زائد 8 زاد كيساوي صفر، يعني نعملو بالزاد، زاد زاد زائد 8 كيساوي صفر، يعني زاد كيساوي صفر، او زاد زائد 8 كيساوي صفر، يعني زاد كيساوي صفر، او زاد كيساوي ناقص 8. دونك الحلول هما ناقص 8 صفر، دونك واضح. الحاله الثالثه هنا غنستعملو دلتا من الاحسن، زاد اس 2 زائد 5 زاد زائد 3 كتساوي صفر. دونك غنعطيكم جوج طريق، جوج طرق، واحد الطريقه تاع دلتا، واحد الطريقه بلا دلتا بلا حتى شي حاجه. طريقة دلتا هي اللي بسيطة لأن كتسهل علينا الخدمة، بي أس 2 في 25 ناقص 4 في 1 في 3، دونك ناقص 4 في 1 في 3، دونك ناقص 4 في 3 كتساوي ألور شنو تعطينا هنا؟ 25 ناقص 16 هي 9. ألور هذا موجب عدد حقيقي، يعني ما عنديش مشكل، غيلقاو حلين حقيقيين، زاد 1 كيساوي ناقص بي ناقص 5 زائد جذر مربع 9 اللي هي 3 على 2 ناقص اي، اللي هي ناقص 5 زائد 3 ناقص 2 على 2 كتساوي ناقص 1، وزاد 2 كيساوي ناقص 5 ناقص جذر 9 على 2، يعني غيساوي ناقص 8 على 2 هي ناقص 4. اذا الحلين هما ناقص 1 وناقص 4. دونك هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه لاحظوا معايا مزيان، شويه طويله، اش كندير؟ شنو لقينا بعدا الحلول؟ شنو ننسى؟ ناقص 1 ناقص
4 على ما اظن ما يبغى تستنى نشوفه. الطريقه الثانيه كنحاول نكتب على شكل مطابقه هنا زد اس 2 زائد 2 5 على 2 زد زائد 5 على 2 الكل اس 2 ناقص 5 على 2 الكل اس 2 طوال شويه الطريقه زائد 3 اللي عندي تماك كتساوي 0 تفكر. دونك هذه مطابقه هامه زد زائد 5 على 2 الكل اس 2 اللي بقى لي تما ناقص 25 على 4 زائد 3 وحده بقى 12 على 4 تساوي 0 ياك. دونك تولي لنا زد زائد 5 على 2 كل اس 2 هذه اللي حسبناها تولي ناقص 9 على 4 ترجع من هنا تولي ناقص 9 على 4 تساوي 0 ياك. و 9 على 4 شنو هي؟ هي 3 على 2 كل اس 2 راه عندي ا زائد بي وناقص بي ياك. يعني ا اس 2 ناقص بي اس 2 هي ا زائد بي يعني زد زائد 5 على 2 زائد 3 على 2 في زد زائد 5 على 2 هي ا زائد بي في ا ناقص بي تساوي صفر ياك. يعني زد 5 و 3 8 على 2 4 زائد 4 في زد 5 ناقص 3 2 على 2 1 تساوي صفر ياك. يعني يعني هذا يساوي صفر وهذا يساوي صفر يعني زد كيساوي 1 هنا زائد عفوا زائد يساوي ناقص 1 او زد كيساوي ناقص 4 دونك هذو هما الحلول اللي كاينين بينات ناقص 4 وناقص 1 تلقي وكذا هما الحلول جوج ديال الطرق. الطريقه اللي بغيت خذ راحتك دلتا هي اللي سهله ان الناس برهنات على دلتا دونك خصنا نستعملوها اما هذه ما كتستعملش غير داك تستعمل الحساب بسيط. الوغ المعادله الثالثه عفوا الرابعه جوج زد اس 2 ناقص زد زائد 1 كتساوي 0. الوغ الا درنا هنا دلتا حتى هذه نقدر نخدمها بجوج طرق. الا درنا دلتا اش كيساوي؟ ناقص 1 كل اس 2 ناقص 4 في 2 في 1 تساوي 1 ناقص 4 2 ناقص 8 هي ناقص 7 ياك. دونك ناقص 7 ساهل مرش غنديرو بحال هكا اذا اصلا 0 اذا الجذرين زاد 1 كيساوي ناقص بي يعني 1 ناقص اي جذر مربع القيمه المطلقه نتاع دلتا هي 7 متفقين على 2 في ا هي 2 هذا هو زاد 1 كيساوي دونك الى بغينا نحسبوها تبقى هكا عندنا نديرو لها 1 زائد اي يدير 7 على 4 صحيح وزاد 2 غادي يعطينا 1 هنا غنديرو زائد هنا كنديرو 1 زائد 1 ناقص هنا بارمو ناقص دونك هنا درنا ناقص هنا غنديرو زائد اي جيدا القيمة المطلقة تاع دلتا هي 7 على 2 2 4 دونك هادو هما الجذرين هادو هما الحلين اس غنديرو الحل الاول هو 1 ناقص اي جيدا 7 على 4 والجذر الثاني هو 1 زائد اي جي در 7 على 4 اللي ما بغاش يستعمل دلتا بغا يستعمل العقل تاعو والتقنية ديالو شنو غيدير؟ غادي يحاول يحول هادي مطابقة هامة يعمل بزوج تبقى زاد أس 2 ناقص 1 على 2 زاد زائد 1 على 2 لأن عملنا بزوج خص كلشي نقسمو على 2 دونك إلا عملنا بزوج هادي اللي داخل خصنا نرجعها مطابقة هامة دونك إلا كان هادي يساوي صفر هاد زوج كتمشي صافي ما عندها حتى هدا إن إلا كان جوج عدد يساوي صفر يعني غير اللي داخل اللي كيساوي صفر هاد زوج تمشي ياك شنو تبقى؟ تبقى زاد أس 2 وهادي غنرجعها مطابقة هامة ناقص زوج دونك ضربت زوج نقسم على جوج تولي 1 على 4 زاد على جينا زوج في 1 على 4 هي 1 على 2 ياك باغ زائد غنزيد 1 على 4 و 6 2 6 خصني نقصها لان هادي 6 من عندي باش نلقى مطابقة هنا دونك خصني نقصها وهاد 1 على 2 غنقصها لان هي تما زايدة هي تاعي تساوي 0 ياك. دونك هادي مطابقة هنا هي زاد ناقص 1 على 4 الكل و 6 2 ناقص دونك هذه اللي حسبناها هي 1 على 16 نوحدوا المقام هنا شنو تولي هي ضربنا في 8 8 على 16 زائد 8 على 16 كتساوي 0 ياك. الا حسبنا اللي الفوق شنو لقاو 8 ناقص 1 هي 7 على 16 ولكن زائد ان زائد 8 ناقص 1 يعني زائد 7 على 16 كتساوي 0 مزيان. من قبل كنا نقولوا هذه ما عندهاش حل ولكن دابا عندها حل لان هذه نقدر نكتبها على شكل زاد ناقص 1 على 4 كل اس 2 ناقص ناقص 7 على 16 تفقين تساوي 0 الوغ هادي زاد ناقص 1 على 4 كل اس 2 ناقص
هاد الناقص هي اللي وصلتنا، وهاد 7 على 16 هي 7 على 4 الكل اس 2 صفر صفر. هاد اس 2 هاد اس 2 نقدر نجمعهم في قوس واحد وندير الكل اس 2 ياك. الوغ دابا عندي ا اس 2 ناقص بي اس 2 هي ا زائد بي في ا ناقص بي، شنو غتولي؟ تولي الزاد ناقص 1 على 4 زائد اي جدر 7 على 4 في زاد ناقص 1 على 4 ناقص اي جدر 7 على 4 تساوي صفر ياك، لانه منها متطابقه هما. يعني هذا يساوي صفر او هذا يساوي صفر ياك ديريكتوم. هذا يساوي صفر شنو يعطيني؟ يعطيني الزاد كيساوي هذه ترجعها مور تساوي هي 1 على 4 ناقص اي جدر 7 على 4 دونك ناقم 1 غادي يزاد 1 وزاد جوج غادي نديرو هي هادي تساوي صفر. يعني نروح نديرو او اما الزاد كتساوي هذا او هذا دونك الزاد هادو كلشي ردهم بيان يوليو موجب، يعني واحد زائد اي جدر 7 على 4 متفقين. وكندير اس هي هذا وهذا كما قلنا لقينا نفس الحلول بجوج طرق، دونك نتا حر اختار اللي بغيت صحيح، اختار الطريقه اللي جاتك سهله وديرها. الا شفتني كنزيد دابا في الشرح حاول توقف الفيديو تتابع مزيان وتسمع الكلام مزيان. دابا نمشيو عند السؤال 5 هذا بونيس يعني فيه شويه ديال التفكير وهذه هي من اللي غا دونك بي زاد هي هذه ياك بي زاد نكتبها الفوق باش تكون حلانه تساوي دونك بي زاد كتساوي جوج زاد اس 3 ناقص 4 زائد اي في زاد اس 2 زائد 4 زائد جوج اي في الزاد ناقص زوج اي. دونك السؤال الاول بين ان بي زاد تساوي صفر، يعني بي زاد تساوي صفر دونك خلينا نعتبره لتكون الفا تساوي اي اكس حل. شوف لاحظ معايا بين ان بي زاد تساوي صفر تقبل حلا تخيليا صرفا، يعني غادي تكون اي اكس. التمرين السابق درنا بين انها تقبل حلا حقيقيا، يعني درنا الفا صافي خلينا غير الفا يعني كيتكتب على شكل اكس ولا اي كرينك، ولكن دابا حنا الحل غيكون مكتوب على شكل اي اكس بحيث اكس عدد حقيقي متفقين. حل للمعادله شنو كتعني هذه؟ لاحظوا معايا مزيان، شوفوا غادي نقراو التمرين ونفهموا مزيان. بين ان بي زاد تساوي صفر تقبل حلا تخيليا صفر يجب تحديده، يعني خص تبين ان عندها واحد الحل تخيلي، عندها واحد ماشي وحيد، عندها واحد وصافي. كي غادي ندير؟ كنعتبروا ان هذا الحل التخيلي صرف هو كيتكتب بهذا الشكل الفا تساوي اكس، لان اي عدد تخيلي صرف يكتب على شكل اي اكس بحيث اكس عدد حقيقي صحيح. حل المعادله بي اكس تساوي صفر، هذه اش كتعني هذه؟ يعني بي نتاع اي اكس كيساوي صفر ياك، لانه حل بي نتاع اي اكس كيساوي صفر. يعني وكنعوضو اي اكس في بي دونك جوج اي اكس اس 3 ناقص 4 زائد اي في اي اكس اس 2 زائد 4 زائد جوج اي في اي اكس ناقص زوج اي كتساوي صفر ياك. وكنشر ونشوف دونك اي اس 3 هي ناقص اي، اي اس 3 هي اي اس 2 في اي ياك، و اي اس 2 هي ناقص 1 دونك ناقص اي صحيح، دونك هي ناقص اي دونك ناقص اكس اس 3 يعني جوج اي ناقص جوج اي اكس اس 3. علاش الزوج هي اي اس 2 هي ناقص اي ها هي اكس اس 3 ها هي صحيح زائد ناقص. شوف هنا اي اس 2 هي ناقص 1 مع هذا الناقص تولي زائد ياك، اكس اس 2 في 4 4 اكس اس 2 اكس اس 2 في اي 4 عفوا اكس اس 2 زائد نعاودو باش ما نغلطوش، هنا غلطنا كلشي مشى. اي اس 2 هي ناقص 1 مع الناقص ولات زائد، غتبقى لنا غير اكس اس 2 هنا ياك، لان اي اس 2 حسبناها اكس اس 2 في 4 هي اكس اس 2 في اي هي صحيح. دونك هنا غنشر 4 اي اكس جوج اي في اي هي ناقص زوج اكس ناقص زوج اكس، علاش؟ لان اي في اي هي ناقص 1 وزوج اكس هي زوج صحيح ناقص زوج اي كتساوي صفر. مزيان دابا نحاول نجمع الاعداد اللي عندهم نفس يعني اللي عندهم الاعداد الحقيقيه والاعداد التخيليه صافي في جهه. دونك الجزء الصحيح نتاع هذا الاعداد هو 4 اكس اس 2
ناقص 2x صافي هذا هو 4x ناقص 2x زائد اي الجزء التخيلي فاش اي هنا تبقى لنا ناقص 2 اكس اس 3 زائد اكس اس 2 زائد 4x ناقص 2 دونك هذا هما الجزء التخيلي كتساوي صفر فوقاش كيكون عندنا واحد الجعادة التخيلي منعدم إذا كان عندنا الجزء الصحيح منعدم والجزء الحقيقي منعدم يعني هذه كتساوي صفر وهذه كتساوي صفر يعني هذه اللي فوق تساوي صفر نقدر نعمل بجوج إكس شنو تبقى؟ تبقى إكس ناقص واحد ياك تساوي صفر والمقام هذيك تبقى كما هي نعاودوها هنا ياك هذه نسميوها واحد وهذه نسميوها زوج دونك من واحد لدينا إما إكس كيساوي صفر أو إكس كيساوي واحد تفقين إما إكس كيساوي صفر أو إكس كيساوي واحد يعني إما ألفا كيساوي صفر أو ألفا كيساوي إي طيب هذا هو الحل سمحوا لي نتأكد لأن كنت حسبتها بعدين هنا هذا شي خطا 100% هنا هي 4 هاد 4 واحد فين درتها واش كيفاش ولات 2 4 هنا ماشي 2 دونك هنا تبقى 2 اكس دونك هنا عندي 4 ماشي 2 هي 4 وانا درت هنا 2 ما فكسرات دونك هنا يعني واش غتولي يعني الا بغينا هذا يساوي صفر 2 اكس يساوي صفر يعني اكس يساوي صفر هنا 2 اكس ناقص 1 يساوي صفر يعني اكس يساوي 1 لا 2 دونك حلينا هذه المعادله واحد دابا باش نعرف شكون هو الحل اللي مقبول كنجرب في المعادله الثانيه نعوض في زوج اذا كان اكس يساوي صفر لدينا اذا كان اكس يساوي صفر هذا صفر 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 ناقص زوج تساوي صفر لا يمكن علاش لان الى عوضنا في الثانيه اكس يساوي صفر 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 هنا اكس تبقى ناقص زوج تساوي صفر لا يمكن يعني هذا الحل غير مقبول صحيح اكس يساوي صفر غير مقبول اذا كان اكس يساوي واحد على جوج غنجربو لدينا ناقص زوج في واحد على جوج اس ثلاثة زائد واحد على جوج اس زوج زائد اربعة في واحد على جوج ناقص زوج خصني نلقاها صفر الا ملقيتهاش صفر راني راح تا هو ماشي مقبول دونك واحد على ثمانية انه اس ثلاثة هي واحد على ثمانية ناقص زوج يعني تولي ناقص واحد على أربعة حسبوا بلاتي عليكم هنا هي واحد أس ثلاثة هي واحد جوج أس ثلاثة هي ثمانية ناقص زوج على ثمانية هي نختار زوج بزوج يعني ناقص واحد على أربعة هنا تولي زائد واحد أس اثنان هي واحد جوج أس اثنان هي أربعة هذا بعدا مشات صافي أربعة فوق واحد على جوج هي زوج ناقص زوج هذا عطي صفر هذا صفر صفر إذا الحل تخيلي الصرف هو الفا تساوي اي عفوا فاش شنو هو الحل واحد على جوج صحيح دونك هذا هو الحل التخيلي الصرف الوحيد اللي عندها غير واحد لان الاخر ما مقبولش صحيح هو الفا كيساوي واحد على جوج اي لان لقينا الحل المقبول هو اكس تساوي واحد على جوج اكس تساوي واحد على جوج يعني الفا تساوي واحد على جوج اي الوغ واحد على جوج اي حل تخيلي صرف لي بالاكس والجواب تاع تما ياك السؤال ب تحقق ملي كيقول لك تحقق راه كيقول لك هاك النقطه فاطور علاش لانك كتنشر وكتلقى الاخرى بكل بساطه دونك جوج زاد ناقص اي في زاد اس اثنان ناقص زوج زاد زائد زوج شنو تساوي نشر جوج زاد زاد اس اثنان هي جوج زاد أس 3 جوج زاد في ناقص زوج دونك تعطينا ناقص 4 زاد أس 2 جوج زاد في زوج هي 4 زاد كملنا بهادي ناقص إي زاد أس 2 ناقص إي مع ناقص تولي زائد جوج إي زاد ثم ناقص إي مع زوج ناقص زوج إي نحسبو
اللي عندهم نفس الاس نجمعهم دونك زائد نديرو هنا ناقص لان عندي ناقص 4 ناقص اي يعني ناقص 4 زائد اي زاد اسيدنا لان الناقص عملت بها على مره زائد دونك شنو باقي لي الزاد اللي عندهم الزاد عندي 4 عندي زوج اي واللي شايط تماك هو ناقص زوج اي وشنو هادشي هذا هو بي صافي بينا بينا هذاك الشيء حل في السين معادلة بي زد كتساوي صفر دونك ما قال لكم خصنا نعقلوا على هذا التعميل ديال بي زد بي زد لقيناها هنا بي زد كتساوي جوج زد ناقص اي في زد اس اثنان ناقص زوج زد زائد جوج صحيح اذا باش نحلوا المعادلة بي زد جيم بي زد تساوي صفر يعني راه هي بي زد هي هذه يعني جوج زاد ناقص اي في زاد اس اثنان ناقص جوج زاد زائد جوج كيساوي صفر يعني هذا يساوي صفر او هذا يساوي صفر يعني جوج زاد ناقص اي كيساوي صفر او زاد اس اثنان ناقص جوج زاد زائد جوج كيساوي صفر هذا باين لقينا الحل نتاعو ديجا يعني زاد كتساوي هذا ناقص اي تمشي مليها تولي اي على زوج يعني واحد على جوج اي ياك هذا راه لقينا قبيلات او هنا اش كندير كنديرو دلتا وكنلقاو دونك هنا غنديرو دلتا سوا ناقص جوج في اثنان هي اربعة ناقص اربعة في زوج في واحد هي ناقص اربعة السي دونك ناقص ثمانية تعطينا ناقص اربعة ياك والناقص اربعة هي اي هي جوج اي الكل في اثنان ياك زوج اي الكل في اثنان تعطينا ناقص اربعة اذا يعني زاد دونك هذا المرحلة مغاديش نقدر نديرها هنا لأن دابا بقينا غير المرحلة الأولى يعني الزاد كيساوي واحد على زوج إي أو الزاد الأول من هنا شنو هو الزاد كيساوي ناقص بي يعني ناقص ناقص زوج هي زوج ناقص إي جذر دلتا دلتا هي عفوا القيمة المطلقة تاع دلتا هي ناقص أربعة جذر أربعة هي زوج يعني زوج ناقص زوج إي حسب بالله عليك على زوج صافي هادي الزاد زوج أو دونك هادي نقدر نختزلو بالزوج شنو تولي اختزلنا بالزوج تولي نعملو بالزوج ونختزلو بها تولي واحد ناقص اي دونك هذا واحد ناقص اي صافي أو زاد تساوي دونك إلا بغينا نحسبو دونك ناقص بي يعني زوج زائد جدر القيمة المطلقة تاع دلتا هي أربعة في يعني القيمة المطلقة تاع دلتا هي أربعة جدر أربعة هي زوج زوج اي صافي على زوج بنفس الطريقة نعملو بالزوج غنلقى واحد زائد ياك إذا لقينا الحل إذا أس تساوي الحل نبداو بهذا مثلا واحد ناقص إي ثم واحد زائد إي ثم واحد على جوج إي دونك هادو هما الحلول نتاع الإكس كتساوي صفر بزاف عفوا تساوي صفر إذا الله يوفقك.